الايد اللي بتعرق كتير. هلوز اجتماعيا او في علم لغه الجسد، لما بتيجي تسلم على حد وهو يلاقي ايدك مبلوله او فيها عرق، الموضوع بيدي انطباع مش حلو قوي، وخصوصا لو انتوا اول مره تتقابلوا، مع ان دي حاجه مش بايدك ومش بايده ومش بايدينا، محدش بيتحكم في حاجه زي دي. وساعات صراحه الموضوع بيبقى عندهم بزياده قوي، حتى في الشتاء بتلاقي ايديهم منفخه بسبب ان الميه محبوسه تحت الجلد. فموضوع الحبسه ده، فمحتاج تشرب حاجه فيها ديتوكس، شاي اخضر او تاكل خيار، تاكل حاجات خضراء. صحيا ممكن يكون في بعض الشر نقرس، مرض السكر، مشاكل في الكلية، ممكن تكون وراثة اصلا، وممكن يكون اسبابه عاداتنا الغذائية المنتنة، بناكل الموالح كتير، سكريات كتير، نشويات كتير، وبلاوي زرقاء كتير. اي مشكلة بتحصل حرفيا سببها الرئيسي بيكون العادات السيئة في الاكل، وقلة شرب المية. وعلى فكرة الاندومي وتوابل الاندومي والتوابل الزيادة اللي انت بتحطها على الاندومي اكتر حاجة بتعمل موضوع العرق والانتفاخات الكتير، لان الصوديوم فيها بيبقى كتير بغباء. اسمع كلام الست الوالدة، واخرها مرة في الاسبوع. طب انا صحتي زي الفل، ماسك على طول المناديل في ايدي وبغسلها دايما، ومع ذلك لسه عندي مشكلة في الحتة دي، اعمل ايه؟ في الصيدليات حاجة اسمها مضادات التعرق، دي كويسة بس احيانا بتسبب حكة، فانت هتسلم ولا هتقعد تحك؟ ليها بديل، ليها بدائل تانية طبيعية. واحد، بودرة التلج. عارف انت البودرة بتاعت الاطفال دي اللي بيحطوها على هي تجيبها وتعمل بيها ايدك. بعد ما هتحطها هتلاقي موضوع العرق ده قل جدا، وايدك في نفس الوقت هتبقى مترطبة بس مش رطبة، فاهم حاجة؟ 2، تنقع ايدك في شاي، الشاي الاحمر بتاعنا العادي ده بيبقى فيه مادة اسمها التانين، حلوة في موضوع العرق ده. الغدد العرقية اللي بتبقى في الايد دي هتقلل من افرازها شوية، ومية الورد كذلك، لان هي بتقبض المسام، فتنقعهم مثلا في 10 دقايق كده، ربع ساعة. وسمعت ان في ليمون وخل تفاح وصودا الخبز او بيكنج باودر، ايه ده؟ هتحط البتاع ده على ايدك ازاي؟ حتى لو هي بتعالج موضوع التعرق ده هتعمل مشاكل تانية، جفاف واحيانا حكة، الحاجات دي بتعمل حساسية جدا وهتخشنه، هتخش بإيدك، بلاش يعني. وبكده انا خلصت.